المصروفات الأخرى. دعم كمان عندي الدعم 332 مليار وما إلى ذلك. فأرجع تاني وأقول أنه تصوري هو أنه إحنا لازم نعمل عشان نصرف من مواردنا. لو إحنا عملنا عشان نصرف من مواردنا معناه أن حاجتي للسلف بتقل. لما حاجتي للسلف تقل يبقى حتى لو الدين ده جمدته، يعني مش هقول ان انا نقصته، جمدته او معدل نموه يعني الزيادات بتاعته تبقى اقل من معدل نمو الايراد عندي، فالايرادات ماشية اسرع. ده معناه ان انا بدأت امشي في طريق صح. طب هل احنا بدأنا نعمل الكلام ده ولا لا؟ في الموازنة اللي هتنتهي بعد بكرة 30/6 بدأنا نعمل الكلام ده. انا عندي في الموازنة جزئين، جزء بيسموه الموازنة اللي هي بتطلع لي في الاخر حاجة اسمها العجز او الفائض الاولي، اللي هي الفرق بين مصروفاتي وايراداتي من غير خدمة الدين. المفروض ان انا في ده اعمل فيه فائض. احنا بقالنا 15 سنة بنعمل فيه عجز. فبنستلف عشان نغطي حتى مصروفاتنا بدون خدمة الدين. وبعدين نستلف كمان فوقه عشان نغطي اعباء خدمة الدين. لا، السنة دي ان شاء الله هننتهي في 30/6 عندنا في ده فائض. والفائض ده في حدود 3-4 مليار، بس ده البداية. اللي هو بنسميه 1/10 او يعني 1.1 من الناتج المحلي الاجمالي. لما اسيبه الناتج المحلي. السنة المالية بقى 18-19 بستهدف ان انا اكبر الجزء ده اللي هو الفائض ده، اللي هو بقول هيبقى في حدود 2% من الناتج المحلي الاجمالي، قد يكون في حدود 100 مليار ولا حاجه. ده هستخدمه في ان انا اسدد، شوف مش هستلف بقى عشان اغطي مصروفاتي، لا ده انا هعمل فائض جاي من ايراداتي هيغطي، يعني ايراداتي هتغطي مصروفاتي تعمل لي شويه فائض، او ماخده اسدد جزء من خدمه الدين. يبقى بدل ما كنت بستلف عشان اكمل المصروفات وعشان اخدم على الدين، لا ده انا عندي جزء فائض جاي من فوق يقلل لي الجزء اللي انا بستلفه عشان خدمه دي. فلو مشيت على كده واحنا ناويين نمشي على كده لفتره، هنبدا نهبط عمليه السلف. لما اهبط عمليه السلف اهبط موارد الدوله اللي رايحه بتخدم على الدين. طب وايه اللي هيحصل؟ معناها ان انا باطلق موارد الدوله اللي كانت بتروح زي 18-19 ده لخدمه الدين، لا تروح بقى لخدمه الناس. في صحة وتعليم وطرق وثقافة وخلق فرص عمل. ده اللي احنا بنشتغل عليه. وعاوز اقول انه الكلام ده انا كنت في فريق عمل مع معالي الوزير عمرو الجرحي ومع الاستاذ احمد كوجك زميلي ومع الاستاذ عمرو المناير زملاتنا، اشتغلنا على ده، اشتغلنا نتحرك في الاتجاه ده. وبدأ الحمد لله نتائجه بدأت تظهر. وانا بقول لحضرتك واحنا بنقفل العام المالي 17-18 بقول لحضرتك الحمد لله النتائج بتقول لنا ان شاء الله هنحقق ده. فطبعا انا عاوز بس اقول انه في ناس يقول لك طب اللي انت عمال بتقوله ده هيعود علينا بايه؟ هيعمل لنا ايه؟ اقول له ما هو انت بتشتكي من ايه؟ انت بتشتكي من ارتفاع الاسعار. ارتفاع الاسعار ده هو التضخم اللي بنسميه التضخم. كويس، انا قدرتي كده الاسعار ماشيه كده. مش هيحصل طول ما انا بستلف وعندي عجز والكلام ده الا ان يحصل تضخم. الا ان الاسعار ده. انما لما اكون انا بصرف من مواردي معناها ان ده انتاج خلق الموارد دي. وبالتالي بحتوي التضخم، بحتوي التضخم، فاقدر اعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا بقلل السلف، وطول ما احنا بنستلف قدرة البنوك على انها تتيح اموال للقطاع الخاص وخلافه عشان ينتج وبتاع مش زي